السلام عليكم اخوتي ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم اليوم ونشارك معكم واحد بريوش. هنا درت واحد الطريقة مع صغير فارينة، عندي دانون، هذا نص كاس ديال الزيت وبيضة، خمس بيضة مع الزيت. هذا نص كاس ديال الكدكة ديال السايبة، خميرة هكا، ونخلط هكا نحط معلقة ديال الفرينة مع هذي القطرة ونخليهم حتى يخمر على خاطرهم. غادي نخليها شوية على ما خمرات، غادي الطحين مع الملح مع الطحين، هات شوية شوية غادي ندير إن شاء الله الفرينة وغادي نشوفوها. هاهما خوتي بعد ما خمرات العجينة ها هي، فيها شوية ديال النفع، نبغي ندير مليحة، غادي ملحة، هنا عندي ربعة كيسان ديال العنبة، هادوك تلاتة معالقين زت، هنا غادي نشوف عيني الميزان، هنا ندير كاس ديال الماء. كاس ديال الماء ديال العنبة، نخلي شوية ديال الطحين ضروري، كنت تلصق شويه هكذا خليها بحال هكا مصفوفه. هذا هو القياس ديالها، تجي شويه مرفوفه،
أجنبي. تخمم مزيان حسب ضعف ان شاء الله غادي ننام. نخليو حتى هو كان ضعف عندي نقرصوه. هي دابا نص الكاس خمرات بلاصه ضيقه شويه ما لقيتش فين نحط البانيو فين نحط شويه باهي وحده بعيده من الاخرى باش ملي يخمروا ما يتلاصقوش. انت ما غاديش تجيبو معانا حتى نقرصوهم. خليهم يخمروا شويه حطوا ريكه صغيره هكا
اللي فيهم لا بيض لا والو، خليهم طبيعي. هذه خمرة عاوتاني الخميرة الثالثة، وهذا رمي في الفران. عندي ما شاء الله أشوي مع الفران اللي غادي نشوف. هاي دخلت هاذيك الفران، أول الأولى هي داخلة، يلا شعلت عليها، خلينا نتيبو إن شاء الله وغادي نشوفوه معانا بحول الله يا ربي. هانتو ماما من طابو، تبارك الله صغير، صغير بحاله، شعلم زيناتو. والله العظيم ما تشبعيش من الماكلة، كنت واحدة على شوية ديال الزيت المنبية، وخلاص هي هو الأول، حاجة فتيتين، فتيتين بزاف، ما درت لهم لا بيض لا حتى حاجة، ما تخليهم طبيعيين هاكا، ساهلين ما فيهم والو، فيهم غير بيضة، نص كاس ديال الزيت، نعاود ليكم المقادير باش تحصلوا عليها، ما بالكم ما سمعتوش شي حاجة ولا. درت فيهم بيضة نص كاس ديال الزيت، كاس الضارب ديال السنيدة، قل كاع قل من كاس الضارب، معلقة ديال الخميرة ديال الدار، وزدت شوية الخميرة باش يطلع مزيان، مليحة، صافي هادشي درت فيهم، ودرت 3 معالق ديال الفرينة في الباني هما اللولين، درت فيهم واحد شوية الخميرة حتى هما باش كبيت داكشي شي على شي وخلطتو وخيتو حتى خمر، عاد زدت عليه طحين صغير، 4 كيسان ديال العنبة و3 معالق درت في اللول اللي درت مع الخميرة وداكشي في اللول مع البيض والزيت وخمرت بهم ديك الخميرة اللي كتخمر اللولة، 3 معالق تما زايدين، وهاهما زوينين رطيبين غزالين، 4 كيسان ديال الفرينة عطوني 14 وحدة. هانتوما جربو ان شاء الله بالصحة والراحة يا ربي، وتاكلو وتعاودو. السلام عليكم احبابي ورحمة الله تعالى وبركاته.